لمتابعة وتحليل أكثر تفصيلاً بينضم إلينا هاتفياً دكتور أيمن الشبيني أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل. أهلاً وسهلاً بحضرتك دكتور، مشرفنا عبر هذه المداخلة. أهلاً وسهلاً بحضرتك ومشاهدين حضرتك الكرام. أهلاً بحضرتك. يعني كيف تعبعت الدعم التي تقدمه الدولة المصرية لصناعة الدواء والمستحضرات الحيوية في الآونة الأخيرة خاصة في مجال تصنيع اللقاحات؟ هو طبعا زي ما حضرتك مشكورا تفضلت في المقدمة الكافية اللي ذكرتها بخصوص شراكة مصر في تصنيع تلك اللقاحات حديثا. هناك شقين نأخذهم بعين الاعتبار في تلك المبادرة. الشق الأول وهو زي ما حضرتك ذكرت اهتمام الدولة المصرية تحت رعاية معالي رئيس الجمهورية في توطين صناعة اللقاحات في مصر، وأن تكون مصر هي مصدر لإنتاج العديد من اللقاحات ليس فقط الكورونا ولكن لأمراض أخرى مستوطنة في القارة الإفريقية. فكان دعم وزارة الصحة من خلال توجيه معالي رئيس الجمهورية في إيجاد أحدث التكنولوجيا من خلال مصانع كثيرة اللي تم إنشائها في مدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة لمدينة الدواء المصرية التي تبنت فكر توطين صناعة الدواء بشكل عام، ومنها الأدوية التي يكون استخدامها مزمن زي الانسولين وخلافه. نعم. بالإضافة لبعض اللقاحات المختلفة والأدوية الخاصة بالسرطان والأورام وغيرها من الأدوية التي كان لها شأن عالمي أو تصنع عالميا ولكن لا تصنع داخل القارة الأفريقية بشكل موسع. ده حقيقي، ويتم أنا ذكرت مجرد مثال أو اثنين، ولكن طبعا الأدوية كثيرة جدا. الغرض من المبادرة والدعم الرئاسي للقطاع الصحي في مصر بإنشاء مدينة الدواء والتوجيه بإيجاد التكنولوجيا الحديثة هو توطين صناعة الدواء والنوهاو أو المعرفة لكل أنواع الأدوية التي يتطلبها المواطن المصري بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، بحيث أن نقلل من استيراد تلك الأدوية. الشق الآخر وهو اهتمام مصر بجائحة كورونا ودورها الريادي اللي ظهرت به في المراحل الأخيرة بإنتاج لقاحات مصرية، بالإضافة إلى إيجاد أكثر أنواع اللقاحات. يكاد يكون كل اللقاحات التي تم تصنيعها دوليا كانت متوفرة بمصر في مصر بشكل كبير جدا. البعد اللي تم الاهتمام به من خلال منظمة الصحة العالمية والمنظمات المعنية بالصحة بشكل كبير جدا نتج في قلة الأعداد التي تم تحصيلها باللقاحات بشكل كبير جدا للقاحات كورونا. يعني حوالي 80% من القارة السمراء المواطنيها حصلوا على جرعة واحدة فقط من اللقاح ضد كورونا، فده خلى هناك توجه كثير جدا تحت مظلة منظمة الصحة العالمية لتوطين صناعة اللقاحات في القارة الإفريقية بشكل كبير جدا، وخصوصا التكنولوجيا اللي هي المسنجر RNA اللي حضرتك مشكورا ذكرت في المقدمة عنها. نعم. هذه التقنية ما هي الضمانات التي أو الحوافز التي تقدمها سواء لمصر أو جنوب أفريقيا وبقية دول القارة؟ هو طبعا زي ما حضرتك ذكرت هم 6 دول، احنا دولتين عربيتين هي مصر وتونس، والباقي الـ4 دول الأخرى هي السنغال وغينيا وجنوب افريقيا ونيجيريا. الضمانات هي نقل التكنولوجيا المسنجر RNA ليس فقط لانتاج لقاحات كورونا ولكن لانتاج لقاحات للامراض المستوطنه الاخرى زي الملاريا وخلافه من خلال توطين تلك التكنولوجيا في القاره الافريقيه. هي يمكن كان جنوب افريقيا هي البدايه لانها بتمتلك شركه من الشركات المعروفه جدا في هذا المجال وهي أبتريجين اللي هي بتتميز بإجراء لقاحات أبحاث على اللقاحات المختلفة وإنتاج لقاحات واختبارها بشكل كبير جدا. الشركة دي موطنها في جنوب أفريقيا فكانت البادرة من عندها، وده يمكن السبب إن كل الدول الستة في القارة الإفريقية هيكون هناك تعاون بشكل كبير جدا بما إنها شركة رائدة. وده كان دور الدكتور تامر عصام المسؤول عن هذا الملف انه يكون هناك زياره لتلك الشركه للوقوف على مدى التقدم في هذه التكنولوجيا وبدء التعاون الفعال بشكل كبير جدا
حتى يتم البدء فعليا في انتاج اللقاحات في مصر، وخصوصا بتلك التكنولوجيا. هو طبعا في لقاحات بتنتجها فاكسيرا بشكل ما، ولكن احنا بنتكلم على الادابتيشن او اقلامه التكنولوجيا الحديثه المبنيه على الماسنجر ار ان. هذه التكنولوجيا دكتور أيمن بتحتاج إلى اقتصادات ضخمة، وعارفين أن صناعة الدواء واحدة من الصناعات المهمة، بل من الصناعات الرئيسة على مستوى العالم بعد صناعات ضخمة أخرى. هذه الاقتصادات الأفريقية الناشئة زي مصر، تونس، جنوب أفريقيا، هل هي قادرة على المنافسة في القادم، أم هو البنية التحتية الحالية تسمح فقط بتوطين صناعة اللقاحات وبعض هذه الأدوية أو اللقاحات لفيروسات بعينها في الفترة الحالية فقط؟ هو يعني أنا لا أستطيع الحكم على الدول الأخرى، ولكن اللي أنا أراه وألمسه في السنوات القليلة البسيطة الماضية بتؤهل مصر من خلال الدعم وتوفير البنية التحتية. احنا عندنا بنية تحتية قوية جدا من خلال المصانع اللي تم استحداثها، بالإضافة لمدينة الدواء، بالإضافة للعلماء والتكنولوجيا القائمة على تطوير اللقاحات في مصر بشكل كبير. فأعتقد أن احنا قادرين بشكل ما. التكنولوجيا المسنجر ار ان ايه هي تكنولوجيا حديثة، ولكن متطلبات تصنيع اللقاحات وفقا لتلك التكنولوجيا لدينا من الخبرة، لدينا من البنية التحتية، لدينا الأهم من كل ده هو الدعم السياسي من خلال معالي رئيس الجمهورية وفخامة دولة رئيس الوزراء ووزارة الصحة. هناك دعم كبير جدا واضح في السنتين الماضيتين بشكل كبير جدا، فأنا هناك تخوف من ذلك. بالعكس احنا نتوقع ان شاء الله ان مصر تنافس جنوب افريقيا وتنافس وتكون مصدر لتوريد وتصدير تلك اللقاحات لدول كثيرة في المنطقة، وده طبعا هو وعد رئيس الجمهورية ووعد المؤسسات القائمة على ذلك بما فيهم فاكسيرا والمصانع المختلفة. نعم دكتور أيمن، نقل تكنولوجيا التصنيع لدول المبادرة الستة بالكامل حتى نكون مستعدين لأي فيروس عالمي جديد، إمكانيات هذا الأمر على أرض الواقع في الست دول المشتركة في هذه المبادرة سواء في مرحلتها الأولى أو مرحلتها الثانية؟ هو طبعا أنا عايز أطمن حضرتك، التكنولوجيا تصنيع اللقاحات هي بتبقى تكنولوجيا قايمة على يعني التكنولوجيا المسنجر ار ان اي، ليس فقط لكورونا، ولكن احنا نقدر نستخدمها في ايجاد لقاحات بشكل سريع جدا، لان ده تكنولوجيا تم معرفتها بشكل كبير. نعم. وتوطين تلك التكنولوجيا في تلك الدول بيؤهلها انها تمتلك النو هاو. هي الميزة المعرفة، حقوق المعرفة او الملكية الفكرية. نعم. لتلك التكنولوجيا طالما تم نقلها بشكل ما، نستطيع تطويرها لتطوير اي لقاح زي ما قلت لحضرتك، ممكن للملاريا، ممكن حاجات ايضا للسرطان، ممكن لحاجات مختلفة كثيرة جدا نطور التكنولوجيا ليها. الفكرة يعني طبعا احنا في افريقيا زي السل الرئوي دي عدوى بكتيرية ايضا ممكن نطور لقاح ليها بشكل ما، ممكن ايضا نطورها لامراض كثيره سواء كانت ظاهره او ناشئه جديده او غيره. الفكره اللي كانت منظمه الصحه العالميه والمبادره دي هو ليس فقط ايجاد اللقاح وتوفيره في الدول دي، ولكن ايضا بتوفيره بسعر مقبول من خلال التصنيع المحلي واقلامه التكنولوجيا بشكل كبير جدا في الدول دي، بحيث انها توجد اللقاحات بشكل كبير جدا. حضرتك اكيد تتذكر ازمه اللقاحات على مستوى العالم طبعا، ان كانت دول افريقيا هي الاقل حظا بشكل كبير جدا مقارنه بالدول المتقدمه في الحصول على اللقاحات، فكانت هذه المبادره هي طوق النجاه لتلك الدول باقلامه التكنولوجيا التصنيع اللقاحات عندها. نعم. بشكل كبير جدا، وان شاء الله ده معناه ان الدول السته دي وان شاء الله تكون مصر في مقدمتها قادره على المنافسه مع الدول المتقدمه جدا في توفير احتياجاتها، ليس احتياجاتها فقط ولكن احتياجات الدول المجاوره الشقيقه والصديقه باذن الله. المختلفة. شكرا جزيلا دكتور ايمن الشبيني استاذ علم الفيروسات بجامعه زويل.